مساء الخير. سجلت هذا المساء قراءة في هذه المنطقة العربية، قراءة في بعض الرموز سواء التي تتعلق بسوريا بالعراق أو بإيران أو التي تتعلق بمصر أو في مناطق أخرى حسب ما يسمح الوقت. نقاش هذا المساء مع دكتور عبد الحسن الأمين وصحفي وكاتب. أهلا بك دكتور عبد الحسن الأمين. أنا أريد أن أسألك يعني بصفتك الأكاديمي والباحث، هل تشعر بارتجال يومي في خلال تلقيك لهذه الأخبار إذا ما قورنت ارتجال حالة ارتجال وحالة عدم تنظيم إذا ما قورنت بفترات سابقة؟ نتحدث عن فترات السبعينات الثمانينات، هل تشعر حضرتك كمراقب أنك يعني مثل ما بيقولوا باللبناني مش ملحق؟ فعلا هو في عاملان يمكن دخلا على الحدث السياسي بصورة معينة في منطقتنا وفي العالم، هو حدث البث المباشر والبث الدائم 24 ساعة المستمرين، وحدث الانتقال إلى المكان. فهول يعني عم بيتموا دائما بطريقة مش بس مرتجلة، مفتعلة أحيانا، لا في مكان عم ينتقلوا إليه ولا في 24 ساعة، يعني هي نفس المعلومة تتكرر 24 ساعة، بيقولوها أول مرة وبيقولوها آخر مرة بنفس الوقت، ما في شيء جديد، بس بتتقدم للمستمع كأنها حدث جديد. اشياء كثيره مثل خبر عاجل، خبر عاجل، خبر عاجل، يعني ما في خبر عاجل، في واحد قاعد عم يحكي على المنصه معاهم عم بيقول كلام، هالكلام اللي عم بيقوله عم بحطوه خبر عاجل وكلام، وهو مباشر هو مباشر حكاه هو وانت عم تسمعه، صار خبر عاجل. يعني مثل ما تقول اليوم في مطحنه كبيره اعلاميه وبدها ما تستهلكه وبسرعه وبدون انتباه وبدون تروي واحيانا كثيره بدون درايه في النتائج الحقيقيه لهذا الاعلام، اللي معظم الاحيان عم ترتد حتى على صاحبها اللي عم يفتكر حاله انه شاطر وانه عم بيعمل باكج معينه يلحقها للناس حتى تستهلكها. فالناس صارت عم بترجع له اياها وصارت عم تكتشف قصر نفسه وعدم وجود ذخيره حقيقيه عنده لعمل اعلامي حقيقي. وبالتالي حتى الناس اللي عم يرتكبوا، مش اللي عم يرتكبوا، اللي عم يتحملوا احيانا مخاطر ليوصلوا لخبر ما، هولي صاروا عم يتميعوا بالسيل الكبير اللي بيقول لك انه من الميدان او من بلده كذا او من منطقه كذا او غيره، فما عاد في احترام لهذه الشخصيه الصحفيه اللي بتنتقل الى الميدان والى المكان وبتتحمل صعوبات العمل لتجيب لك الخبر الحقيقي او صوره قريبه من الواقع، مهما كان مش حيقدر يجيب صوره الواقع، مع هذا السيل من الناس اللي هن بيقولوا يمكن على سطح بني او انه قاعدين بفرشتهم او انه قاعدين باي مكان. فاصبح في يعني فوضى تقارب حد الهذيان، بحيث انه كل واحد شعل نار وعم بيحاول من هالنار اللي حاملها شعل نيران جديدة أكثر. بالمقارنة دكتور عبد الحسن الأمين، لو تذكرت الاجتياح الإسرائيلي عام 82 كانت غائبة هذه الفضائيات، كائن غائب هذا المباشر، هل لو كان هذا الإعلام موجود كان غير شيء في طبيعة المعركة الحاصلة في 82؟ ما بنقدر نقارن بالصورة هذه، لأنه 82 يعني تمت بظروفها وظروف الإعلامية. أنا أنطلق من تحليلك وكأنك تقول أنه كل هذه الأدوات الجديدة لا تؤدي إلى حقيقة ولا تأتي بجديد، وظروفها لم تكن، يعني حرب 82 لم تكن معمات إعلاميا، بل الإعلام اشتغل بجد وبجدية وأظهرها على حقيقتها بنسبة 70% لنقول، بما فيه الإعلام الغربي بما فيه الإعلام العربي. وإسرائيل خسرت إعلاميا من بداية المعركة قبل أن تنتهي، رغم أنها ربحتها يمكن عسكريا، بس هي خسرت إعلاميا لأنه فعليا كان في ممارسة مختلفة، ممارسة فيها أناد، فيها صبر، فيها جهد، فيها عمل حقيقي. اليوم لو كانت حرب 82 الآن تجري والإعلام الموجود سيكون إعلام دائما ملقم بالمعلومات، لا يصل هو إلى المعلومة، المعلومة تقدم له ويتبناها ويسير. هذا هو الإعلام الحالي الآن، هو إعلام ملقم وليس إعلام منتج للخبر وللفكرة التي ينشرها.
هناك من يعتبر، يعني انطلاقا من تحليلك، أن هذا الإعلام لا يخلق رأي عام، هو يصاحب ويواكب رأي عام موجود. بمعنى في الموضوع السوري أو في موضوع حزب الله أو في الموضوع المصري، من هو مع الإخوان هو مع الإخوان، من هو مع النظام هو مع النظام، بغض النظر عن إعلام الآخرين. والأدهى من ذلك أن الجمهور الآخر لا يشاهد إعلام الآخر. هذا صحيح. الآن الإعلام أصبح مستقطب والجمهور مستقطب أيضا بشعارات الحدث وليس بالحدث نفسه. يعني الحدث أنت تفسره لمصلحتك أيا يكن وتعطيه لجمهورك على أنه حدث لمصلحتك وتعطي التفسير اللي أنت بدك إيه، والجمهور عم يتقبل بسرعة هذا الشيء، ليس لأن هو مقتنع وليس لأنه مدرك أن هذه حقائق، بل لأن الجمهور يعيش الآن حالة خوف وقلق ويعتبر أن مصيره معلق بمصير فلان أو مصير الموقع الفلاني أو مصير الموقع القضية الفلانية. لكن هل هذا صحيح؟ ليس صحيحا ذلك، بل هو يعني تضخيم لحالة الصراع وتعمي لحقيقته. يعني حقيقة الصراع الآن قليلين في العالم، ليس في منطقتنا فقط، من يدركون حقيقة هذا الصراع، يعني من أين بدأ وأين يمكن أن ينتهي. يعني الصراع له عدة تشعبات ومصادر تداخلت مع بعضها أنتجت صراعا معقدا أطرافه متداخلة بتحالفاتها وباختلافاتها. عندما تتحدث عن حقيقة الصراع، أليس هذه وجهة نظر؟ لكل حقيقته؟ لا، هو ليس وجهة نظر بالمعنى، بس هي في وعي لما سبق ويمكن أن يلحق من أحداث. يعني انت الان في موقعة تشعر فيها انها معركة متعددة الجوانب، لا تستطيع ان تختصرها بثنائية واحدة من نوع ديمقراطية الحركة المعارضة او استبدادية النظام، من نوع تدخل الخارجي او انه حركة ذاتية، من نوع انه في عروبي وفي غير عرب. في كل هذه الثنائيات هي ليست حقيقة الصراع. الصراع يخفي مناطق صراع أخرى، وهذه العناوين تجير، كل طرف يجيرها لمصلحته بالصورة التي تركب معه. هل التعددية والثنائية تلمح بها فقط في الحالة السورية أم هي موجودة في الحالة الليبية أو التونسية؟ لا، في كل الحالات. يعني في كل الحالات العربية الآن، يعني الصراع الآن العربي يحكم أمرين: أمر غياب حقيقي لفكرة يدور حولها الصراع أو تقود الصراع، أمر غياب حقيقي لقوة ذاتية تخوض الصراع بقوتها نفسها، أمر غياب مشروع مستقبلي يخاض الصراع على أساسه. يعني عندما نجد مثلا في 75 على الأقل كانت الحركة الوطنية اللبنانية عندها برنامج اعترف فيه من قبل حتى الأخصام على أنه يبني الدولة المثالية. صحيح البرنامج تحطم وراح وطار، بس كان في شيء تحكي فيه وتصارع من أجله، بعدين تبين لك أنه الصراع انتقل إلى محل تاني دون أن يكون هذا البرنامج هو موضوع الصراع. الآن حتى هذا الصراع اللي هو غطاء، شايف كيف، غير موجود. هذا البرنامج اللي قد يكون مجرد غطاء حتى ذلك غير موجود، لأنه ما هو الصراع الآن؟ يعني إذا فتنا على 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 الصراع، طيب الأنظمة العربية التي استهدفت من ليبيا إلى مصر إلى اليمن إلى سوريا إلى العراق سابقا، من هي هذه الأنظمة؟ هي أنظمة نشأت في الخمسينات ردا على الاحتلال الإسرائيلي وضد الهيمنة الأمريكية، وتعاونت وبنت قوة وطنية، محاولة وطنية انتهت فيها جميعا إلى أنها تحولت دكتاتوريات عسكرية أو ما يشبه العسكرية. ولكن بقيت هذه الأنظمة خارج الولاء للغرب ولأمريكا لفترة طويلة بحكم الاستقطاب السوفيتي. يعني عندما تحكي عن نظام بن علي أو مبارك، ليس بن علي، بن علي استثناء، ليس أن نقف مبارك. لا، مبارك هو استمرار، هو النظام المصري. يعني مبارك، السادات أنا ما بنتقده كثير، مبارك ما قدر يلغي كل إنجازات المرحلة الناصرية من ناحية، ولا قدر يمحي
الهزيمة التي وقعت على الناصريين من ناحية تانية، فهو استمرار لها بشكل من الأشكال. يعني بس دكتور عبد الحسن، حاولت القوى الخارجية أن تنقل مصر من مكان إلى مكان، هي التي فعلت أنها عطلت دور مصر ولم تستطع أن تنقله. يعني مصر لم تنقل إلى مكان آخر، ولكن تعطل دورها. هذا النتيجة اللي وصل لها نظام مبارك. لكن حتى نكون دقيقين في كل هذا الحراك اللي حصل، حراك الشارع سواء يعني بكافة تفسيراته، لم يكن ضد هذه الأنظمة الوطنية التي أتت بعد الاحتلال الإسرائيلي، كانت ضد الأنظمة الدكتاتورية تتحدث عنها، وبالتالي الهدف مختلف. هذا معنى من معاني الصراع. هلا في معنى آخر، معنى آخر أوضح شوي، أنه في المنطقة بدأ تاريخها الحديث مع هزيمة لآخر دولة إسلامية فيها اللي هي الدولة العثمانية، وقامت على أكتافها، على أنقاضها دول يعني تعتمد الهوية الليبرالية الغربية إلى حد ما، ودول غير ليبرالية ولو كانت عسكرية ولكنها أيضا تعتمد الولاء إلى النظام الغربي، وبصورة عامة معادية للإسلام. شايف كيف؟ وبصورة عامة معادية للإسلام ولحضارته ولتراثه. ولذلك بقيت الحركات الإسلامية طوال هذه الفترة مضطهدة ومعزولة ومحاربة من النظام. تتحدث عن المعارضة الإسلام السياسي. الإسلام السياسي، لا، وحتى الإسلام كفكرة، حتى الإسلام، حتى الدين. اليوم عندما يقرن تخلف منطقتنا أنه المرأة محجبة، أنه المرأة لا تقود السيارة، أنه المرأة لا، يعني هذا الثقل من الكلام على هذا الجانب هو لا يريد أن يحقق نتائج إيجابية في هذا المجال، هو يريد أن يدين هوية المنطقة، تراث المنطقة، تاريخ المنطقة، ويجعله هو سبب التخلف، هو سبب الإرهاب، هو سبب الانفجار الذي يحصل، هو سبب كل هذه المساوئ. فلذلك نحن الآن من بعد الثورة في إيران حصل أن الإسلام أصبح على جدول أعمال المنطقة بصورة غير قابلة للرفض. ولكن هذا الإسلام أيضا جاء بعجره وبجره، ما جاي مصفى بمصري ولا جاي منقى، إجا بمذهبيته، بطائفيته، بانتهازيته، باستغلاله من قبل الحكام، باستغلاله من قبل الحركات السياسية، مثل قاعة فيها كل شيء وكل واحد عم ياخذ منها بدوية. يعني ما هو الإسلام بالأخير؟ هو مكان، قاعة في التاريخ، في الحضارة، فيها كل هذه الأشياء التي نراها الآن. لكن حضرتك حتتورط حاليا بالقول أنه أي إسلام هو الأفضل. لا، كأنك ليس هنا تنفر. ليس هنا، أنا الورطة خالص منها بمعنى واحد، أنه هذه المنطقة العربية الإسلامية من القرن السابع عشر، شايف كيف بدأت من القرن الثاني عشر، بدأ يظهر فيها حركات إصلاحية من داخلها. هذه الحركات كان ممكن تصل إلى إصلاح الحالة الإسلامية نفسها بنفسها، بصراعات، بأفكار، بآراء، كما حصل في أوروبا. اليوم نحن لسنا نحن صورة أوروبا عنا، نحن لسنا نحن، لا بوعينا ولا بمسلكنا، نحن صورة أوروبا عنا. في أوروبا حقوق إنسان، نحن عنا حقوق إنسان. في أوروبا ديمقراطية، نحن عنا ديمقراطية. ما عنا ديمقراطية حقوق إنسان لأننا نحن أصبحنا وتشكلنا فكريا وسياسيا واجتماعيا لنكون منتجين لهذه الفكرة، أو لنكون على الأقل متبنين. لكن هل خطأ التأثر بما يحدث عند الآخرين؟ ليس خطر التأثر، خطر التأثر في إطار ميزان قوى مغلوب أنت فيه. يعني أنت تتأثر بالغالب ولا تتأثر بالفكرة الصادقة نفسها. يعني هل مفترض أن يعني يكون... عندما يأتي جورج بوش بده يبني الديمقراطية في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو في مكان آخر، هذا اسمه اعتداء على منطقة، على قيمة، على أفكار. لكن بغض النظر دكتور عبد الحسن عن جورج بوش، هل أن نمارس حقوق الإنسان في دولة يحتاج منا أن نكون أقوى من الغرب؟ لا، حتى نتبنى فكرة حقوق الإنسان بطريقة صحيحة يجب أن تكون على اتصال مع تراثنا وتطورنا الذاتي، وليس أن تكون مسقطة علينا من جهات خارجية، سواء بالثقافة أو بالعسكر أو بالسياسة أو بالاقتصاد. طب وانتظار ذلك تبقى الدكتاتوريات ونظام الاستبداد؟ لا، بالعكس، هي الدكتاتوريات التي جاءت عندنا في مناطقنا نحن هي نتيجة الفكر الحديث وليس نتيجة الفكر الإسلامي. هي نتيجة للفكر الحديث وليس نتيجة للفكر الإسلامي. كيف تعاطى الفكر الحديث مع مناطقنا؟ يعني
الديمقراطية عندما تصل إلى منطقة تصير نفعية، تصير شعبوية، تصير أموال تشترى فيها أصوات الناس. ما بتجد الديمقراطية اللي جاي التي الموجودة في بريطانيا مثلا أو في أوروبا، لأنه في بريطانيا وأوروبا الديمقراطية هي نتاج مجتمع بكامله، هذا المجتمع يتفاعل مع هذه الفكرة، يقدم ويؤخر، يتعاطى ويقبل ويرفض. بس نحن عندنا الديمقراطية جاي كوسيلة من وسائل الاحتكام إلى سلطة الخارج. دكتور عبد الحسن، تقول أن هذه الدكتاتورية أتت ما بعد العثمانية، وبالتالي أتت متأثرة بالحداثة، وكأنك تدعو إلى العودة إلى القيم الإسلامية التي يدعو إليها كثير من الفصائل الإسلامية. لا أعرف إذا كنت تقصد القيم الإخوانية، القيم السلفية، القيم الشيعية على الطريقة الإيرانية. سيسألك الجمهور عن أي إسلام تتحدث؟ هي كل هذه أيضا نتيجة الممانعة للغرب، أحدثت نتيجتين، أحدثت نتيجة انكماش ونتيجة ولاء. يعني في إطار الممانعة للحدث الغربي، للتسلل، للاستعمار، للثقافة، لكل هذه، حدثت نتيجتان. النتيجة الأولى انكفاء، وبالتالي تبني المقولات السابقة بحرفيتها بكل ما فيها، وهذا ما يسمى السلفية أو الإجبارية أو إلى غيره، وهي موجودة عند كل المسلمين وليس بطائفة معينة، يعني موجودة عند الشيعة، موجودة عند السني، موجودة حتى عند الإسماعيليين، موجودة عند كل وعند الصوفيين عند إلى آخره، يعني موجودة. وثاني التي تذاكت بأنها حدثت تفسيرا للإسلام يتناسب مع الغرب، شايف كيف؟ هالأمرين هولي أنتجوا صورة مشوهة عن الإسلام ولم ينتجوا إسلام حقيقي. مدار الأمر يدور، هل نستطيع أن نكون ذواتنا بطريقة فكرية مستقلة بأن أقرأ الغرب من موقع المستقل وليس من موقع الباحث على دور في شاشة الإعلام الحالي وعلى منصب في المكان الآخر كله؟ لأن الغرب الآن يتحكم بالصورة بكامل، ليس لا يتحكم فقط بأنه يجيب رئيس جمهورية، يتحكم في تفاصيل حياتي الداخلية الفردية والإنسانية، من زواجي إلى ابني كيف بده يتعلم وين بده يدرس وشو بيشتغل وشو ما بيشتغل، إلى شو بقدر بأكل شو ما بقدر شو بأكل، إنتاجي، زراعتي، صناعتي، اقتصادي. المسألة التبعية مسألة عميقة جدا، لحد أنه الآن يمكن صار من المستحيل أنك تقاومها، بس على الأقل أن تصحح ما يجري عندك من آثار التقدم الغربي، كما الغربيين يحاولون أن يصححوا ما يجري عندهم. يعني الغربيين مش بعد متمسكين بكل المفاهيم كما أتت من البداية، عدلوا وبدلوا، وقوانين صدرت وقوانين تأخرت وقوانين راحت. نحن عنا بعدنا ننسخ ونستهلك ما ينتجون. طيب دكتور عبد الحسن، ولا نصنع ولا نقدم إنتاج. أليس هذا ما يحصل حاليا في بعض، يعني بعد ما حصل فيما يسمى الربيع العربي في الحالة المصرية اليمنية أو في الحالة الليبية التونسية؟ هناك جدل داخلي، هناك صراع داخلي على السلطة ما بين إسلاميين وغير إسلاميين، ما يسمى بالليبراليين، يساريين، سلفيين، إخوان. أليس ذلك هو ما تقوله، هو البحث عن الذات؟ هو الضياع، هو الضياع. يعني ما عمله الربيع العربي اللي كان لازم يكون ربيع عربي، هو أنه نقلنا من حالة الجمود التي فرضتها بعض الأنظمة حفاظا على مصالحها إلى حالة ضياع لم تنتج طريقا جديدا للتطور والنمو وللسياسة والاقتصاد وللثقافة والفكر. هل هذه نتيجة مطلقة أو الوقت، موضوع الوقت؟ هل نحن في هذه المرحلة هيك؟ هل يمكن أن يحدث من هذه الفوضى نتيجة إيجابية؟ يمكن، ولكن هذه تحتاج إلى جهود حتى الآن غير منظورة، لأنه المطروح علينا هو حتى الآن التفتت والانقسام والعودة إلى مقولات ليست مرتبطة بأي شيء في واقعنا. لا 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 شيء يربطنا الآن في موضوع صراع سني شيعي، في موضوع سلفي صوفي، في موضوع إخواني غيره. الواقع يربطنا بقضايا أخرى. من يتحمل المسؤولية الأولى عن إنتاج الفكرة حتى الآن؟ وكأنك تتهم هيك قوة خارجية أنها هدمت هذا الواقع الجامد، لكن
لكن لا تتهم قوانا الداخلية. نحن لا 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 نحن طبعا عندنا مشكلة. طبعا من هو المسؤول عن انتج القوى الخارجية لها دور، ولكن المسألة الأساسية عندنا في إطارنا، في إطار وعينا يعني، وإطار الوعي لن يأتي من فراغ. لازم يكون في تحول اقتصادي ما، تطور اقتصادي ما يخلق طبقة أعمال وعمال ومثقفين ومفكرين عندهم درجة من الاستقلالية، بحيث يصوغوا المنطقة صياغة من داخلها. ونحن لسنا في هذه المرحلة. كما يحصل نسبيا، معرفتنا قليلة بس بظاهر الأمر، في الصين أو في اليابان يحصل ذلك. أنا شخصيا معرفتي قليلة بهذه المنطقتين، بس الشعور العام، الكلام العام اللي بيسمعه بيقول إنه هونيك عم يحصل شيء من هذا القبيل، إنه في صياغة ذاتية. اليوم روسيا نفسها عم تعيد نفسها، مش اتحاد سوفيتي بس، عم تعيد نفسها صياغة روسية. الآن لو سألتني في أي بلد عربي الآن في صياغة، لنقل مش عربية وإسلامية، مش عامة، صياغة لبنانية، صياغة سورية، صياغة مصرية، ألا ترى إنه معظم الأطراف في خيوط تربطهم في الخارج أكثر من 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 ارتباطهم بقواعدهم الداخلية؟ معظم المناطق الآن أي صراع واضح أن كل طرف له دعم خارجي، شايف كيف؟ يستطيع أن يستمر، وكل طرف يتخلى عنه الدعم الخارجي يسقط. صدام حسين والقذافي ما سقطوا إلا بسبب أنه ما في دعم خارجي كان له، مش بسبب أنه الشعوب تحررت ولا الديمقراطية قامت ولا نزلت السماء على الأرض. وهذا ينسحب أيضا على مبارك وبن علي؟ مبارك وبن علي حالتين قريبتين من بعض. مبارك وبن علي في ميزي أعتقد لمبارك بالذات، خلينا ندق عن مبارك، أن مبارك لم يشعر هو شخصيا أن دوره انتهى، وكان يجب أن يتنحى بنفسه لا أن يدع الأمور تصل إلى هذا الحال. وهذا كان ممكن يحصل لو في طبقة سياسية بمصر حوله، لو في حالي فعليا ناضجي. مبارك انتهى دوره، لم يسقط لأنه ديكتاتور ومتسلط ومسك الشعب برقبته وإجا الشعب وانفجر وقاموا، ما صحيح هذا الكلام. مبارك كانت الدولة انتهى مصر دورة جميل، اقتصادها في أزمة، رئاستها في أزمة، مش معروف كيف الحل كيف النتيجة، فسقطت. هلأ بن علي في لغز آخر، بن علي في لغز آخر يتعلق فعليا بمسألة سياسية تتصل بالمغرب العربي وبدور المغرب العربي في المرحلة المقبلة. أنا لا أضع الأمور مع بعضها في مصر وتونس، ولا أعتبرها مشابهة. ولا في لحظة دكتور عبد الحسن الأمير تعتبر أن هناك حصل هبة شعبية حقيقية كانت غير متوقعة أربكت الجميع بما فيها المؤسسة الحكم في مصر ومؤسسة العسكر في مصر، مؤسسة الحكم في تونس والعسكر في تونس؟ أنا ما بقول ما حصل، بس أنا بقول حصل هبات أقوى وأشد منها ولم تزحزح ركنا من أركان الأنظمة. انتفاضة العراقيين بعد الحرب الأولى اللي أسقطت 14 محافظة، ما تبقى إلا محافظة بغداد بإيد الرئيس، ولكن الرئيس استعاد سلطته لأنه الخارج أراد ذلك. الانتفاضات التي تمت في كانون الثاني 72، واحد كانون الثاني غير ضد السادات، كانت مزلزل، كان الأمن اللي شو يسموه الأمن المركزي إلى آخره كان مزلزل إلى كل الوضع، ولكن لم يتأثر ركن واحد من أركان النظام بهذا. ثورة الخبز في تونس وفي المغرب أيضا أحداث شعبية ضخمة لم تنتج شيء. الآن نتج من هذا التحرك لأنه في خارج عم بيعيد رسم خريطة سياسته، ومبارك وحكمه أصبح ثقل عليه أكثر ما بيفيده. ومصر إذا انفجرت شعبيا وأنتجت حكم مصري حقيقي ستكون قوة كبيرة، فأنتجوا لها حالة من الفوضى أو لنقل حالة غير محسومة، وتركوا الرئيس الحالي بهذه الصورة المشلولة، لا هو قادر أن يحكم ولا هو قادر أن يستقيل. والهجوم عليه بدأ من أول لحظة استلام الحكم، بدأ الهجوم عليه بالمرأة بالمدربين بالأشياء كلها، يعني ما يعني
انه بطلوا الاخوان شيء بالدنيا. طيب ما هي تاريخ 80 سنة عند الاخوان يعني اني حالة سياسية ايجابية، ما كانوا حالة سياسية سلبية. فليش الهجوم عليهم تعدد واجا بهالقوة؟ لانه يبدو لي حيث يكون في امكانية لقوة من القوى ان تتحرك بشكل مستقل وان تبني حكومة وهي تملك الوعي، لان الاخوان صار عندهم وعي كبير بالمسألة السياسية، وما بعتقد يعني هن شياطين مصر الاخوان المسلمين، وعندهم تفاهم لكثير من الاطراف، وكان ممكن يتم الالتفاف حولهم وجعل الحكومة المصرية حقيقية، ولكن العكس صار. في القسم الثاني سأحاول أن أدخل معك في تفاصيل أكثر لا علاقة ببعض الساحات العربية، وأحاول أن ناقشك أيضا حول دور الإخوان الجديد في المنطقة بعد الفاصل. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. الضيف الدكتور عبد الحسن الأمين الصحفي والكاتب، يحاول معنا قراءة بعض الرموز في المنطقة العربية. سؤالي الأول في القسم الثاني دكتور عبد الحسن الأمين حول الدور الإخواني. هناك من يعتبر من هذه القوى التي يعني قد تتهمها بأنها لديها أجندة والتي تعمل حاليا ضد سلطة الإخوان، سواء كان الموضوع متعلق في مصر أو في تونس أو في دول أخرى أيضا، تعتبر أن هؤلاء الإخوان أتوا بصيغة تسوية معينة مع الأنظمة السابقة، أو أتت التحقت بهذه الثورات الشعبية بشكل متأخر ولأنها الأكثر تنظيما وتملك الخبرة التي تحدثت عنها وتملك أيضا الإمكانيات، فازت في الانتخابات النيابية، وأن دورها الأساسي هي السلطة، والدليل على ذلك أنها لم تغير شيء في مصر على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي أو على صعيد اتفاقية كامب ديفيد أو على صعيد ما نقل عن راشد الغنوشي زعيم النهضة من مواقف جديدة قال في واشنطن حول هذا الصراع. إلى أي مدى، وأيضا يعني هذه المعركة الحالية ما بين إخوان وبين سلفيين على الأقل واضحة جدا في تونس وبدأت توضح أكثر في مصر، حضرتك أين تضع دور الإخوان؟ في فكرة أساسية عندي أنا أراها، أنه أي تطور للمنطقة لا يمكن أن يكون خارج الإطار التراث والفكر والحضارة الإسلامية. أي تطور خارج التراث والفكر والحضارة الإسلامية سيكون حدث عابر يزول وينتهي ويسقط. حتى نوجد تطور حقيقي يجب أن يمر هذا التطور، ولا يمكن إلا أن يمر من خلال مقولات الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية، ليست المستنسخة عن عصور ماضي بل المحدث الآن، يعني التي هي نتيجة التفاعل مع التطور. بالتالي الإسلام السياسي الحاكم هو شرط حسب. فأنا أعتقد أن الإسلام السياسي هو مرحلة من هذه المراحل، مرحلة العبور والوصول إلى الدولة المستقلة المنتجة في المنطقة. كل بناء على هزيمة الفكر السياسي الإسلامي سيكون بناء قامع، بناء مانع، وليس بناء مطلق للقوى الكامنة. وبالتالي أنا أعتبر الإسلاميين الحاليين هم مرحلة لا بد أن يمروا في الحكم أولا حتى هم يمتحنوا حقيقة الأمر، حقيقة الحكم وحقيقة اعتراضاتهم على غيرهم، وحقيقة أن الإسلام هو الحل أو ليس هو الحل. يعني لا أستطيع أن أظل نظريا أتحدث عن أن الإسلام هو الحل أو أن الإسلام ليس هو الحل. يجب أن أطرح الإسلام وأقول هو الحل، تفضلوا حلوا وتحملوا مسؤولية الحل وأظهروا أن الإسلام هو الحل. إذا لم يظهر معكم أن الإسلام هو الحل فتركوا هذا المجال. فالموضوع تجريبي، بإمكان المنطقة أن تتحمل فترة تجريبية. دائما في تجارب، على الأقل في الأداء الحالي في مقارنته مع الأداء التركي. دائما في تجارب، بس الأداء الحالي مشكلته محكوم بتناقضين كبيرين. التناقض الأول هم تمسكوا بالسلطة وشعروا أن هناك من يريد أن يزيحهم عنها، فبدل من أن يمارسوا تكتيك آخر أنهم هم كحركة شعبية قد يكونوا أقوى دورهم من وصولهم إلى السلطة. فأنا أعتقد أن الإخوان المسلمين خطأهم الأساسي كان السلطة، بأنهم يعني استلموا باكرا السلطة. قد السلطة تقع بأيديهم فيما بعد، أما لو في المرحلة الأولى يترك الرئاسي ورئاسة الحكومة إلى شخصيات متفق عليها وليس إسلامية
وليس منهم، مش قد تكون إسلامية ولكن ليس منهم، لأنه فعليا في شخصيات إسلامية أخرى غيرهم كانت مرشحة أن تلعب دور عطلوا عليها الدور. هذا المفهوم الحزب الحديث الضيق، هذا المحكوم فيه الحركات الإسلامية، مفهوم الحزب الليناني الحديدي اللي ما بيقبل هذاك، اللي هو إنتاج الحضارة الغربية، ما بيمشي مع واقعنا. بواقعنا لا في طبقات ولا في تشكلات ولا في حالات اجتماعية منتهية إلى حالتها النهائية، كله بعده في طور النمو والتكامل. فأنت إذا كان أبو الفتوح أفضل والله يكون محمد مرسي أفضل. أنا برأيي بالنسبة للإخوان أبو الفتوح كان أفضل. يعني هذه الجانب. الجانب الثاني أن الفريق الآخر لم يوفر سلاحا في الحرب عليهم ولا سلاح. موضوع يعني كامب ديفيد، قل لي من هو الذي سيأتي يحكم مصر ويلغي كامب ديفيد ب 24 ساعة أو بسنة أو بسنتين؟ لا، على الأقل انطلاقا من خطاب الإخوان المعارض. إيه؟ الذي كان يتحدث عن هذا. هذا أيضا وهو الخطاب المعارض. أنا سمعت أحد الإخوان، أحد الإسلاميين المصريين على التلفزيون الذي أظن أنه كان محكوما بقضية السادات، كان يقول أنه مقتنع اليوم أن السادات لم يكن عميل. سمعت بإذن هذا بس ناسي الاسم الشخص. القناعة 100% عندي أنا من لا، وفي المراجعات القديمة للإسلاميين اعتبروه شهيدا. فإذا يعني الرومة من فوق غير الرومة من تحت، هذه مسألة عادية لكل قوة سياسية، في المعارضة شيء وفي السلطة شيء آخر. يعني ماشي غريب على الإخوان نفسهم بس، يعني هذا كل قوة سياسية تكون في المعارضة، عندما تصل إلى الحكم بدأ تغير برنامجها وتكتيكها وعملها وأسلوبها. ولكن اشتداد الحمل المفتعل عليهم ووجود رموز أساسا مستهلكة أصبحت هي الرموز التي بدأت تنقذ، يعني التجربة الناصرية اليوم هي بدأت تنقذ مصر. بقايا لماذا تعتبر أنها مفتعلة؟ يعني أعتبر أنها طبيعية، هناك خصوم للإخوان ينافسهم بالسلطة، لماذا مفتعل؟ مفتعل وين؟ وقت بيصير ينمسك تصريح أي شيخ والشيوخ بمصر كتار وطلع فتوى معينة نطلقها نحطها على الإعلام. بس هذه مش من أدوات الصراع التي تستخدم؟ هذا مش صراع، هذا مش صراع، هذا اسمه افتعال للصراع. إذا أنت يعني الآن في فتوى طلعت بالسعودية أو فتوى طلعت بمصر أو فتوى طلعت بلبنان من شيخ شيعي أو سني أو غيره لتستعملها لتحطم الإسلام وتقوي الجبهة العلمانية، شوف شو عم تكون عم تعمل. أنت عم تخرب تراثك وحضارتك وثقافتك لمصلحة لا شيء، لأن العلمانية في بلادنا مع أنها أنا برأيي أرقى فكرة إنسانية، بس في بلادنا رصيدها صفر حتى الآن، رصيدها صفر في المجتمع وفي حملتها، مش بس في المجتمع. يعني ليس عندنا العلماني الآن ولا العلمانية، يعني غير مرشحين أنه يحكموا، غير مرشحين أنه يطوروا، بدهم مراحل. نحن الآن أمامنا خيارنا أن نكون مجتمع إسلامي محكوم بحالة مدنية. أي تنقيص لإسلامية المجتمع هو إضعاف له، وأي زيادة لإسلامية الحكم هي قفل الباب على التطور ولا يجوز أن يقع. فبدأ موازنة بين إسلامية المجتمع ومدنية الحكم حتى نستطيع أن نمر من الحالة التبعية التي نحن فيها الآن إلى حالة استقلالية تنتج فكر وتنتج وسائل عمل وتنتج أحزاب جديدة تلبي المرحلة. إذا استعرت دكتور عبد الحسن الأمين، إذا استعرت تحليلك كما هو وحاولت أن أسقط على الحالة السورية وتفاعلات طبعا سوريا لبنان العراق إيران كل ذلك، في تقييمك الدقيق وأنت تحاول أن تخاطر يعني نوعا ما في أن تأتي بتقييم موضوع نوعا ما محاولة. هل هي محاولات طبعا، هل هو صراع ما بين سلطة معارضة، ما بين علمانيين إسلاميين، ما بين قاعدة أصوليين وبين سلطة يعني سلطة حداثة، ما بين سني وشيعة، ما بين تركيا السعودية، ما بين الأمريكا؟ كيف يمكن فهم هذه الفسيفساء؟ يعني أولا أنا أفهم جيدا أن يكون هناك معارضة حقيقية لهذا النظام في سوريا، وأنا من المبكرين الذين كتبوا رسالة عبر مجلة النور عندما انتخب بشار الأسد رئيسا أو عندما أصبح رئيسا، فيها جملة كانت تقول إذا عندك ألف مؤيد وليس مقابلهم معارض واحد هؤلاء لا قيمة لهم.
لا على الأرض ولا في السماء. فليس هناك نظام عربي يستحق الولاء، كل الأنظمة العربية تستحق المعارضة، ولكن المشكلة أن هذه المعارضات مدى صدقيتها، مدى حقيقتها، مدى علاقتها بالحالة الإنسانية الشعبية، وإلى أين ستقود الناس. فنحن عندنا مقولة بتقول، بينسبوها ناس للإمام علي، أنه لابد من حاكم مستبد أو عادل. غياب الحاكم هذه الفوضى، ذهاب الدولة. هذا عند الفقه السني أكثر أيضا، حول موضوع الإمام وإطاعة الإمام وولي الأمر. وولي الأمر، وولي الأمر طبعا. فهذه يعني مش مقولات أنا بجي بنصفها، مثل بعض بيوقفوا بيقول لك ولاية فقهي ولي أمر، أنه بنصف شغلة تاريخية. هذا بناء تاريخي له وقائع له جذور له أسبابه. فوقت كان عامل لك تابع ولي الأمر، ما كان عم بيقول لك تذلل لولي الأمر، ولكن كان عم يقول لك احفظ الأمر العام، الشأن العام، أن لا نقع في الفوضى، أن لا نقع في قتال بعضنا البعض، أن لا نقع إلى آخره. فشر أهون من شر، ما كان عم يبرره. يعني إطاعة ولي الأمر ليس شيئا مقدسا، بل هو حل لابد منه حتى لا نقع في الفوضى. هذه ولاية الأمر. فإذا إذا كان في سوريا معارضة فهذا أمر طبيعي، وإذا أرادت هذه المعارضة أن تتحرك فهذا أمر طبيعي، وليس من الطبيعي أن يقمع النظام هذه المعارضة، لأن النظام يجب أن يساعد المعارضة على بلورتها وعلى إعطائها مكان. هذا لو كان النظام يعني يستأهل الدفاع عنه، كان يبادر منذ قيامه بأن هو يعطي للمعارضة هامش، والمعارضة قامت بمبادرات في تاريخ الوضع الحديث السوري. يعني أنا أعرف أنه الإخوان المسلمين كلنا نعرف أنه بال 2006 وقفوا، قالوا نحن بنوقف المستبدين. يعني أنا أعرف أنه بعض الوجوه اللي هلأ أي ضد النظام كانت تستقبل من قبل الرئيس ومن قبل غيره، وكان في حوار. هلأ في ناس بحملوا فشل هذا الحوار والانتقال من مسألة إلى مسألة لأمور تطورات بالخارج، العراق، لبنان، أجندة خارجية، وفي ناس بحملوها أنه لا يعني السلطة وسيطرة. حضرتك لمن يعني في لحظة معينة أنا أعتقد أن النظام لم يكن عنده الوعي الكامل لحقيقة الوضع السوري، وتصرفه ليس من 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 باب حتى الحفاظ على نفسه، لم يكن تصرفه مستبق إلى ما يجري، وعلى الأقل يتجاوب مع شيء منه. حتى برأيك لم يقتنع باللحظة أن هذه فعلا معارضة، بل فعلا كان مصدق موضوع المندسين والمتأمرين. أكثر هذه صفة يعني بتصير عند الحاكم يوم على يوم، وخاصة من اللي حواليه ومن اللي بيأيدوه من برا أكثر كمان، وأنه هذا كذا وهذا كذا، وكل واحد بيجيبوا له وصيله وفصله. وقت بتشخصن المعارضة تتحول أنه هذا المعارض امبارحة كان موالي، هذا المعارض زعل لأنه أمنان المنصب الفلاني، هذا المعارض. بس موضوع المعارضة موجود، الحكومة مليئة بالأخطاء، الرئيس نفسه قال أنه أخطاء، قال أنه أخطاء بلبنان، وقال أنه أخطاء بسوريا، بس ما قدم الخطوة الثانية أنه حاسب المخطئين، أو أنه قدم صورة جديدة لا تحتمل هذه الأخطاء. فبالتالي المعارضة السورية معارضة مشروعة 100%، والمطالبة بتغيير النظام وتعديله معارضة مشروعة 100%، ولا إشكال فيها. لكن إذا جيت لمسار الأحداث، كيف بدأت الأحداث، عم بتشوف حالك أنه هذه المعارضة ضعيفة مفككة من جهة ليست عندها يعني حدود دنيا من القيادة الحقيقية الماسكتها، ولذلك هيمن عليها خارج له مصالح مختلفة. هذه النقطة التي أدخلت النظام وأنصاره إلى داخل المعارضة وإلى معركتها، وجعلت معركة المعارضة حتى الآن خاسرة. حتى الآن معركة المعارضة خاسرة. سببها الأمرين، سبب تفكك المعارضة، وسبب أن التدخل الخارجي هل كان ممكن تجنب ذلك؟ هل كان في لحظة معينة كان ممكن تجنب ذلك؟ أنا أعتبره مسؤولية النظام أولا ومسؤولية المعارضة ثانيا.
نعم كان ممكن تجنب ذلك على أن يكون عند النظام مبادرة فعالة وناشطة، ومسؤولية ذلك أن يكون عند المعارضة حد من الاستقلالية لا تتخطى. يعني صوت من صوت معاذ الخطيب في مرحلة المراحل بدأ يظهر أنه في معارضة بدأ شيء غير الآخرين. بدأت تحس أن حالك كأنك بدك تروح توقف معك. يعني شايف كيف؟ شوي انتهت. نفس الشيء النظام، بتحس أنه النظام قدم برنامج للإصلاح وحدد 1 2 3، بتحس كأنه عارض لازم تروح تدفعه. شوي هذا البرنامج طار، ما عاد موجود. فإذا حتى نكون أوضح، أنت يعني ترفع من الخيوط التي يعني تمسك باللاعبين، هو صراع بين مين؟ من هم الرؤوس الحقيقية لهذا الصراع؟ ليش قلت لك أنا هذا الصراع له عدة مصادر بدك تشوفها كلتها، حتى كل هذه المصادر عم تشتغل بعمل موحد. القدرة الحقيقية فيه عم تتجمع إلى يد الخارجية وليس إلى الداخل، سواء نظام أو معارضة. يعني الآن صار روسيا وأمريكا، مش تركيا وإيران. لو تركيا وإيران كان يمكن الواحد بضل حاسس بأنه في محل ممكن يصير. طيب أريد أن تشرح لي هذا الموضوع، لماذا هذه المرة طالما تم حسم موضوع صربيا، موضوع ليبيا، موضوع العراق، موضوع كل ذلك لصالح هذه القطبية الأمريكية، ما الذي حصل هذه المرة لكي نعود إلى هذه الثنائية الأمريكية الروسية؟ وهل هي فعلا ثنائية حقيقية؟ هل هي مواجهة حقيقية أم هو تمثيل نوعا ما؟ وهل سوريا التي لا تملك يورانيوم مالي ولا تملك نفط الخليج وإلى آخره، ولا تملك القيمة الاستراتيجية لدولة كالعراق اللي هي تربطها بتركيا، هل سوريا تستحق هذا الجدل؟ يعني كلمة بسيطة جدا، أو هذه المواجهة الكبرى ما بين واشنطن وموسكو؟ الآن عم بحكي عن سوريا كدولة مش كنظام. سوريا كدولة كبلد، ايه كبلد، هي كدولة كبلد. يعني سوريا كبلد هي التي نقلت العرب من موقع إلى موقع في الخمسينات، وليس عبد الناصر. بأي معنى؟ بمعنى أنها نقلت لموقع التحالف مع المعسكر الاشتراكي، وكانت بداية النشاط. هي الدولة الوحيدة التي حافظت على علاقة مع إيران لمصلحة كل الدول العربية الأخرى. غير صحيح أنها عقدت مصالحة، خاصة أيام حفظ الأسد، أنها بقيت على علاقة مع إيران دون رضا السعودية أو دون رضا دول الخليج. دول السعودية والخليج كان بدهم باب على إيران، لأنه هن خوفهم الحقيقي من صدام حسين، خوفهم الحقيقي من العراق، مش من إيران، لأنه إيران بالأخير في حواجز كثيرة بينها وبينهم، بس بيننا وبين العراق ما في أي حاجة. صحيح. فإذا هي الدولة الوحيدة التي حافظت على علاقة، هي الدولة الوحيدة التي خاضت حروب ضد إسرائيل، هي الدولة الوحيدة التي أخذت وكالة عربية دولية بشأن اللبناني. أخذت وكالة عربية دولية بغض النظر عن رأيك أنت في السلوك السوريين في لبنان، اللي أنا أعزوه إلى سوء اللبنانيين وليس فقط إلى يعني سوء الحاكم السوري. هذه الدولة بموقعها الجغرافي، بتركيبتها السكانية، بدورها الإقليمي، عندها مفاتيح عدد من القضايا. وهذا الفارق بين بشار الأسد وحسني مبارك وعلي بن علي، أن أولئك كانوا قد انتهى دورهم في داخل مجتمعاتهم، وما عاد خسارتهم بتشكل مشكلة على حدا. هذا لا، بعز نشاطه وعاقد تحالفاته وعنده سياسته وماشي ببرنامجه، اللي تبين لنا كلنا انه في برنامج حقيقي ماشي فيه، وانه في قوة حقيقية بايده عم يعتمد عليها. مش يعني لا لا لا، انه صدام حسين وانا بقول هلا الله يرحمه ما كان عنده القدرة يستوعب شو مكان من قوته وضعفه، لانه صار في حالة غرور تاريخية عنده، اصبح مع مقبل. بشار الاسد لا، بشار الاسد براغماتي عم يشتغل، بعده دوره فاعل، بعده عنده ما يعطي، بعد في ناس معه، شايف كيف؟ فليس قلعه بالسهل،
سوريا ليست العراق وليست تونس، يعني مش بلد طرفية. يعني ففي ثلاث عوامل دخلوا جعلوا الصراع بسوريا يتغير. العامل الثالث اللي بدي اقول لك اياه هلا هو موضوع اسرائيل وموضوع حزب الله. يعني من يعني من البلاهة انه ننسى يعني بلحظة من اللحظات انه حزب الله مضطر يدافع عن النظام السوري مهما كانت رأيه بالنظام السوري ومهما كان رأي النظام السوري فيه، لانه بالاخير هذه السلطة تبعيته. عندما انت بتغير النظام السوري دون تنسيق مع حزب الله معناتها عم تقدم الخطوة، بالعكس يعني هي عم يصير كأنك انت بدك تغير النظام السوري لتقضي على حزب الله، مش فطبيعي بتوقف. فهالعناصر هذه كلها تجعل من القضية في سوريا بدأت تنظرها بطريقة تانية بطريقة مختلفة. التغيير في سوريا له مسار. هل دكتور عبد الحسن الأمين في مبالغة بالتحليق فوق هذه المناطق وكأنك تقول أن النظام السياسي لحزب الله هو نظام سياسي، نظام سياسي لسوريا، نتحدث عن النظام وليس البلد، النظام السياسي في إيران بإمكانه أن يفعل ما يشاء بغض النظر عن تفاصيل أخرى لها علاقة بالناس بالبلد بالدور بالعلاقة مع العالم، وكأنه الغاية تبرر الوسط. أنا لا أريد أن أتغاضى عن أي أخطاء في السياسات الإيرانية أو في ممارسات حزب الله أو في الدولة السورية، ولا أريد أن أبررها، ولكن أنا أريد أن أشرح أن التعامل مع هذه الأخطاء ليس بالطريقة التي تتم فيها الآن. يعني هالالتفاف الشديد، إذا أخذت وسائل الإعلام اللبنانية اليوم من سنتين لليوم من ثلاث سنين لليوم، كل يوم كل يوم كل يوم في شيء اسمه حزب الله. شايف كيف؟ طيب حزب الله قوة قائمة موجودة، إذا أنت كل يوم كل يوم عامل شغل ضدها هي بدها تاخذ احتياطاتها، بدها تعمل شيء ثاني. أنت اللي بدك قاعد حدها أو على جنبها وشايف بعض الأخطاء لسانك بصير أقصر إنك تحكيها، يعني مقابل هناك هي عم تقول لك إنه أنا مزبوط في أخطاء هون وفي هون وفي هون، بس أنا عندي المشكلة هاي، حل لي هاي المشكلة. من يعطي ضمانات لحزب الله أن التغيير في سوريا لن يكون لمصلحة إسرائيل حتى تأتي تقضي عليه؟ يعني هذا السؤال الجوهري بالنسبة لحزب الله، ما في سؤال تاني، أنا ما في أعطي جواب آخر. وبالتالي حضرتك تقبل الرواية التي تقول أنهم يدافعون عن منظومة المقاومة، عن منظومة المقاومة في القصير في القرى اللبنانية، يعني إذا أنت حتى إذا اعتبر ذلك يعني لا نعم هذا واضح، يعني ما في مجال عاد للكلام فيه، بدليل أنه وقت موضوع أمريكا العراق شايف كيف؟ ما أخذ حزب الله هذا الموقف، يعني ما أخذ الموقف اللي ضد صدام حسين، ما دعم القوى الشيعية اللي بدها تغير صدام حسين، بل دعا للحوار مرة ودعا لمقاومة الأمريكية مرة ثانية. شايف كيف؟ فليش السلوك تغير من هون لهون؟ مش لأنه بشار الأسد علوي، هذا كلام سخيف، لأنه حزب الله ببساطة بقول لك حزب الله ليس بالمعنى الإيديولوجي حزب شيعي. بالمعنى الإيديولوجي هو حزب كل الأحزاب، له استراتيجية له أهداف، بل بالعكس يمكن الشيعة يكونوا متضررين من حزب الله أكثر من أنه مستفيدين منهم بالتمثيل. فحزب الله حزب سياسي عنده استراتيجيته عنده طريقته بالشغل. طب دكتور عبد الحسن، مش كمان من الخطورة أن تقول أن مصير حزب الله متعلق بمصير النظام السوري، وكأنك تقول أن أي سقوط أو تبدل، ليس فقط سقوط، تبدل في شكل هذا النظام يؤثر مباشرة. هذا الأمر مضبوط، السؤال كنت بتطرحه، لو ما يتم الربط شايف كيف بين التغيير في سوريا وبين مصير حزب الله، يعني القوى السياسية التي دعت إلى التغيير في سوريا الإقليمية والدولية كان في عينها علاقة هذا النظام بحزب الله وكان نوع من العقاب له لعلاقته بحزب الله، وأظن أن هناك من ساومه، هو بيقول النظام هيك بس أنا بعتقد أنه صحيح، من ساوموه أنه إذا وقف الدعم لحزب الله ما في مشكلة مع النظام. يعني هذا الأمر، أنت هذا سؤالك مظبوط لو ما كانش هذا موجود. هل الوسائل المستخدمة ألا يمكن أن تجر إلى ما هو أكبر من حزب الله ومن سوريا ومن هذه الفتنة التي لا يراد لها أو لا يراد لها في المنطقة؟ أليس الموضوع حضرتك بشكل موضوعي تقول يعني من حق حزب الله أن يدافع عن نفسه، لكن هذا سيورط الطائفة وبقية الطوائف في حرب، أم ما زلت تعتبر أن الأمور ممسوك بها وليس إلى هذه الدرجة من الخطورة؟
أنا أعتقد إنه الأمور ممسوك فيها بسببها أمرين. سبب إنه بنرجع لموضوع سوريا وموضوع إسرائيل وموضوع الأبعاد هاي. التغيير في سوريا إذا كان تغيير نحو نظام جديد جيد، بس إذا كان نحو تفتيت، هذا التفتيت لن يقتصر الضرر منه على طرف واحد دولي أو إقليمي محلي أو عالمي، شايف كيف؟ ضرره سيكون عام، ولذلك هذا الضرر هو ثمن فادح لهذا التغيير. ما أحد الآن في السياسات الدولية والإقليمية يتحمل ذلك. الفوضى في الأردن، الفوضى في العراق، الفوضى في لبنان، الفوضى في صرة العالم الإسلامي. هذا هون هو العالم الإسلامي. وين العالم الإسلامي والعربي؟ هذه البلاد الأربعة، ها هي العقدة. إذا دخلت الفوضى فيها ماذا سيبقى للسعودية والخليج؟ ماذا سيبقى لتركيا؟ كل هذه المنطقة هي صورة العالم، بالغاز، بالنفط، بالأديان، بالمذاهب، بالاقتصاد، بكل شيء. فلذلك أنت تقدر صار مصر محيدة عن الصراع العربي الإسرائيلي 30 سنة ما عملت خطورة كبيرة لا للصراع ولا لغيره. بس سوريا تحولها من محل إلى محل في الصراع هذا، تحولها من محل إلى محل في الحكم والعلاقات الداخلية، سينقلب إلى أبعاد. وكأنك حاسم خارجة. الموضوع وكأنك حاسم الموضوع، أي تبدل في سوريا هو إخراج سوريا من الصراع. أي حاليا طبعا، حاليا هي دون أن نعرف من هو الزعيم الجديد أو النظام، لأنه مش موجود. مش لأنه بده، لأنه مش موجود. يعني أنت قديش صرنا نحن على العراق؟ 10 سنين 2003. إيه إحنا 2013، 10 سنين. يعني هذا العراق 10 سنين مبتلي، وكان مبتلي 20 سنة قبل، ولا شفاء واضح ظاهر. يعني ما بدنا نحكي بالجزائر، ما سحب خير الجزائر كله وأصبحت بلد غير موجود، لا ثقافيا لا حضاريا لا إنسانيا. الدور اللي كانت عم تلعبه الجزائر الأولى لإيام بمدين بإيمان غيره في ديكتاتوريات، بس كان دورة إيجابي، كان لها دور. دور مصر بين عبد الناصر والسادات كان في دور، لأن الدور مش موجود. أشكرك جزيلا الشكر دكتور عبد الحسن الأمين. كنا نحاول أن نقرأ بعض الرموز، خرجنا رموز أخرى بحاجة للقراءة أيضا. أشكر لكم حسن الانتباه والمتابعة. إلى اللقاء. شكرا.